اوقاتكم يا رب ان شاء الله دايما تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله حابة اعمل بطاطا بالزعتر الاخضر. اول شي هون عندي انا صدور دجاج مقطعة هيك شرحات تكون وسط، وبعدين حجيب مطربان هحط فيه زيت زيتون شوي، وححط معلقة ثوم مهروس، هعصر ليمونة وحطها كمان فوق منهم، وعندي هون زعتر اخضر هحط منه، وبعدين هحط معلقة روزماري ومعلقة ملح ومعلقة فلفل أسود ومعلقة ماجي ومعلقة كاري ومعلقة كزبرة ناشفة وحبهان اللي هو الهيل ومعلقة قرفة، وبعدين هخضهم هيك كتير منيح، وهحط فوقهم هحط نص المطربان بقلب الدجاج، هخلي منه شوي للبطاطا، هحط هلا هيك شوي وهاتركهم 10 دقايق أو نص ساعة منقوعين مع الخل، كمان هغطيهم وحطهم على جنب. انا هون بكون مقطعة هيك البطاطا، بكون غاسلتها كتير منيح ومقطعتها، وححط كمان زبدة ومعلقة ملح، وححط هلا النص التاني من الصوص اللي انا عملته فوق البطاطا، هحط هلا شوية زعتر اخضر وروزماري، وبعدين حبخ هيك شوي بالزيت، زيت عادي هذا، وححط هلا بعدين الدجاج الزدورة هصفهم هيك، وححط اللي زاد من المرقة هحطها شوي كمان فوق منهم، وححط كمان زبدة، بعدين هغطيهم وحطهم بالفرن تقريبا بتشي نص ساعة لحتى يستووا، ما حياخدوا كتير معنا وقت، وبس يستووا هشيل السلوفان وححمرهم هيك شوي مثل ما انتو شايفين، بعدين هحط شوية جبنة موزاريلا كمان، وعلى حسب الرغبة بس، هي يعني بس هي بتطلع كتير طيبة معاها. وهلأ هحط هون فلفل الهالوبينو، هذا بحد شوي كمان على حسب الرغبة، وبعدين هحطها شوي هيك لحتى تتحمر بالفرن، وهيك بتكون أكلتي جاهزة. يا رب تعجبكم. وهون أنا عملت قدامها سلطة خضرة وفي تومية ومخلل، وبتمنى منكم تجربوها كتير طيبة، وشكرا كتير لكم على المتابعة.